موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذور الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. قال الشيخ سعد رحمه الله: قوله تعالى وأنه أهلك وأنه هو رب الشعرى، وهو النجم المعروف بالشعرى العبور المسمى بالمرزم. هذه أسماء كانت عندهم قديما لبعض النجوم، وخصها الله بالذكر وإن كان هو رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية. فأخبر تعالى أن جنس ما يعبد المشركون مربوب مدبر مخلوق، فكيف يتخذ مع الله آلهة؟ وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية. وثمود قوم صالح عليه السلام أرسله الله إلى ثمود فكذبوه، فبعث الله إليهم الناقة آية فعقروها وكذبوا فأهلكهم الله تعالى، فما أبقى منهم أحدا بل أبادهم عن آخرهم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي أظلم وأطغى من هذه الأمم، فأهلكهم الله أيضا وأغرقهم. والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة قوم لوط عليه السلام. أهوى أي أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. ولهذا قال فغشاها ما غشا، أي غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشا، أي شيء عظيم لا يمكن وصفه. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان. فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو سبحانه. وقوله هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدمه من الرسل السابقين ودعوا إلى ما دعا إليه، فلأي شيء تنكر رسالته؟ وبأي حجة تبطل دعوته أو تبطل دعوته؟ أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟ أليس يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر؟ ألم يأتي بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام، أي أقوامهم الذين كذبوهم؟ فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم؟ وقوله أزفت الآزفة، أي قربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها، ليس لها من دون الله كاشفة، أي إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به. وهذا تحذير لهؤلاء المكذبين ولكل مكذب كذلك من قرب اللقاء والحساب والجزاء. هذه الآيات فيها إشارة وفيها تهديد كذلك لقريش ومن أتى بعدهم من المكذبين إذا ما كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وذلك من خلال بيان أن الله عز وجل أهلك الأمم السابقة المكذبة،
قوم عاد وقوم صالح وقوم نوح وقوم لوط عليهم السلام، حين كذبوا الرسل كانت النتيجة الهلاك والعذاب. لكن الله عز وجل رحم هذه الأمة إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم، فرفع عنها العذاب العام، فكان ما كان من أهل مكة وكان التكذيب وكانت عقوبات أخرى، لكنها لم تكن كعقوبات الأمم السابقة من الإهلاك العام، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى، كما في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما بشيء من آلائك ونعمك نكذب ربنا ولك الحمد. فنعم الله ظاهرة في خلقه سبحانه وتعالى، خلق السماء والأرض وسائر ما في الكون، وكذلك في بدن وجسد الإنسان وفيما حوله، فهذه كلها تدعو لعبادة المنعم سبحانه وتعالى وشكره وترك ما نهى الله عز وجل عنه. فيها أيضا إثبات نذارة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينذر الذين كفروا ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي قوله تعالى: أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، إشارة إلى قرب القيامة. وإذا كان هذا عندما نزل القرآن وتنزلت هذه السورة وهذه الآية والقيامة قد قربت، فكيف بها الآن؟ كما نرى علامات القيامة الصغرى كلها تقريبا قد ظهرت، وإنما ينتظر الناس أول العلامات الكبرى، والعلامات تكون بعد ذلك متتابعة. فعلى العبد أن يجتهد فيما أمر الله عز وجل به، وأن يتجنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، مستعدا للقاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال هكذا بأصبعيه الوسطى والتي تليها، يعني أشار بهذين الأصبعين، فما بينه وبين القيامة إلا هذا الجزء الصغير. كذلك القيامة قريبة جدا من بعثته صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.